اولا ما كانش ابدا في على الدين بانه غنترشح لرئاسه حسيت اكادير. انا ما بين مكونات حسيت اكادير نهار خرجت من التدبير في حسيت اكادير في سنه 2015 بقيت كمنخرط ومنخرط فعال وتنعطي الراي ديالي كجميع المنخرطين، وفعلا تنتاسف سنه على سنه على الوضعيه اللي كاينه في حسيت اكادير. ومع ذلك انا كنت ما بين المنخرطين اللي تيقولوا بانه خص المكتب المسير المكتب المديري اللي كان قبل خصو يشتغل حتى النهايه تاع الموضه ديالو، وفعلا اشتغل ثاني هذا الموضه ديالو، ولكن هذه محطه مهمه لانه خصو لابد هذا العمل اللي داروا هذه المكتبه هذه المده تاع 4 سنين نحاولوا نفهموه ونحاولوا نقيموه. ولقينا بان هناك مجموعه من المشاكل واختلالات في التدبير خصوصا من ناحيه الهيكل الفريق ما دارت فيها حتى حاجه، ولاحظنا بانه الامور لازمه باش تغير. كانت هناك واحد مجموعه من التشاورات على اساس باش انه يلقاو واحد الحل توافقي ما بين الرئيس المتهيئ ولايته وما بين مجموعه المخارطين اللي انا ما كنت كاع معاهم، وعلى اساس يدار واحد المكتب اللي يكون هو قوي مع هذا الرئيس الحالي ونحاولوا نوقفوا النادي على رجليه، وخصوصا اننا داخلين في هذه المرحله ديال الشركه ولا مفر من التدبير يكون مقاولتي وعقليه تكون مقاولتيه. مع الاسف ما تمكناش باش نقنعوا السيد الرئيس بهذه الخطه العمل اللي عطيناها عليه، والمخارطين ارتأوا بانه راه ما يمكنش الوضعيه تكون غاديه بهذه الطريقه هذه بنفس لي زانغريديون كما تنقولوا. اذا اقترحوا عليا باش نتقدم من طريقه اللائحه المرشحه، ما ترددش لانه حسنيه اكادير اولا قبل لا نكون فيها مسير انا عاشق لها ومحب لها منذ طفولتي، وعطيت لها كاع اللي عندي فاش كنت في السير فيما قبل. اذا قبلت هاد المهمه اللي هي مهمه صعبه وما سهلاش، ولكن علاش هي غتسهل ان شاء الله؟ لانه اللائحه اللي عندنا لائحه متكامله، لائحه اللي هي ان شاء الله غادي تدخل لهذا الغمار وهذه المغامره بايمان على انه يمكن لنا نصلحوا بهذه الاهداف اللي حطيناهم وبهذه الاستراتيجيه اللي هي تشاركيه. وكما تاكد عليها كل مره انه في هذه الحلقه هذه راه ما بقاش ذاك التدبير تاع الانفرادي ديال الرئيس ولا ديال فلان ولا فلان.